معلش بس متأكد. يلا يلا سلام على رجاله معاكم ام كامل او اهو كامل، وزي ما انتم شايفين عشان انا مش شايف، بجد انا مش شايف. في مقطع النهارده هلعب ماينكرافت ولكن بدون ما اشوف، يعني حرفيا ما عنديش عيون وهعتمد على الاصوات وبالمساعد سحس كمان. فتخيلوا معايا النهارده انا مش شايف حاجه، والمفروض ان الكائن ده هو فين؟ هو المشكلة انا مش استنى استنى، ده زرار F5، لو دوست عليه المفروض كده اتعدل صح؟ بقول لك ايه، انت دلوقتي متاح ان انت تقدر انت ترفعها من على عينك، انا بسمح لك. اوكي ارفعها من على عيني. طب ماشي. او ماي جاد او ماي جاد، انتوا عايشين هنا؟ ايه ده انت هنا اهو؟ والله انا شلت الاف 5 اصلا، يعني لو خدت بالك يعني شلت الاف 5. ماشي كنت بص لي هنا. اوكي يا شباب، انا فكره مقطع النهارده ان انا مش هشوف لمده يوم كامل في لعبه ماين كرافت، والمفروض ان انا انفذ كل الطلبات اللي سحس هيقول لي عليها، ولو نفذت حرفيا 5 من اصل 10 اعرف ان انا فزت في التحدي النهارده. فقبل ما نبدا المقطع صلوا على محمد، اذكر الله لا اله الا الله، وكمان ما تنسوش تنزلوا على المقطع ده تعملوا احلى لايك، وكمان تشتركوا في القناه لان التحدي ده مش هتشوفه ولا عند يوتيوبر عربي ولا اجنبي. فيلا بسرعه خليكم جاهزين، حط لايك. حطيت لايك ولا شايفك؟ انا ما حطيتش لايك، انا بعد شويه مش هشوفك، فاتاكد انك عملت لايك. وسحس انا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملها، انا شايفك، خلي بالك. ايوه انا عارف ان انت شايفني. طبعا الشباب فاتح له كاميرا في الديسكورد عشان يقدر يشوف يعني انا شلت البتاع من على عيني ولا لا، وعليت صوت اللعبه على الاخر. صوت اللعبه انا معليه على الاخر عشان ابقى سامع، استخدم بقى حاسه السمع، بما اني مش شايف استخدم حاسه السمع. يلا بسم الله. ايه المطلوب مني؟ ها؟ انا اقول لك بس كام حاجه كده بسيطه، انا بما اني يعني شخص ناضج ويعني بس يعني بساعد الناس. اوكي ايوه، فانا هساعدك شويه كده من عندي. الله يعني الله فاهم، بس ما تاخدش على كده حضرتك. هتحضن هتحضن، انت فين؟ انا قدامك يا حبيب قلبي. ايش يا حبيبي 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 حبيبي. ايه المهم، ايه المهم، اتفرج على اول طلب. ايه اول طلب يا سياس؟ اول طلب يا حبيب قلبي ان انت هتجمع لي 5 اكود. اكود اللي هو شجره، يعني اكسر شجره. طب شوف، عشان بقى اقصر الشجره لازم افضل دايس كليك كده. اوكي افضل انا اقول لك انت ماشي غلط عشان تبقى فاهم كده. انا لا، لف ظهرك الناحيه الثانيه اهو. ايوه لف سنه شمال، شمال بقى. ايوه الله، شمال كمان، شمال، امشي طوالي. او ماي جاد او ماي جاد، اخبط اخبط، نزل ايمك لتحت. شوف مفيش شجر، شمال شويه، امشي يا ابني، امشي قدام. دي الشجره، دي الشجره من بعيد. ايوه ايوه، صوت شجره. اول واحده بص لتحت. لا انت خلاص بقى، انت وصلتني للشجره، سيبني انا اتعامل. انا اتعامل، ماشي. ايوه انا اتعامل. شوف 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 قد ايه انا محترف. والثانيه اهي. ايه ده، فين الثانيه؟ انت شويه تحت يا ابني، انت على ايوه ايوه هي. يلا بسم الله. ايوه اوكي ايوه. ثالثه، لا دي الشجره، دي الشجره، اصبر بقى سيبني. دي الشجره، دي الشجره. لا لا لا، هي دي الشجره. ايوه حاسس ان انا هخبط في واحده. اصبر اصبر بالله عليك، اصبر يا عم. جسمك شمال شويه هي. يا عم نزل تحت، نزل يمك لتحت. كده الله شكرا. الصوت بقى اللي تحتها كمان اهو يا حبيبي، اهو اهو يا حبيبي يا حبيبي. انا حفظت الشجره خلاص، اصبر بس اقول لك انا معايا كام بلوك. استنى جمعت كام؟ انا جمعت، انت اخدت واحده. واحده بس؟ هاتها، لا هاتها هاتها، اجيبها ازاي؟ معاك ارمي كده كده. استنى استنى سيبني اسمع الصوت. انا اخدت الخمسه، اخدت الخمسه. ايه ده كده خلاص؟ خلاص اول تحدي. ايزي ايزي ايزي. ايه ده، انا دايس اف 5. اصبر دايس اف 5، انا متاكد ان انا دايس اف 5. انت باصص للشمال، لفوق، شمال شرقي فوق غلط. ايه عملنا التحدي، عملنا التحدي. اصبر اتاك اف 5 تاني كده، انا شايف قدامي المفروض يعني. ايوه جدع، الحمد لله. بص اوكي دلوقتي انت ما يعني حاسس ان انت اخدت عليها شويه ان انا اساعدك. ايوه بعد كده التحدي الجاي مفيش مساعده. أوكي. انا عايزك تجمع لي ايوه 20 كابل ستون. وات، اقسم بالله جمعهم. ومعاك ومعاك ايوه بيكاكس نذر رايت. طيب كل اللي عايزه منك يعني، انا مش عشان انا والله، عشان هم يشوفوا، نور لي المكان اللي انا هقصر فيه. تمام انور لك المكان. طيب يلا انا معايا دلوقتي بيكاكس. ده البيكاكس، اصبر ده البيكاكس. وصلت تحت شويه. ايوه البيكاكس في اول خانه عندك. ايوه لا مش موجود. تمام اول خانه بقول لك انا شايف.
في طب انا كده بص فيه انت بتخبط بيه انت بتخبط. ايوه بس لا خلاص اوكي اوكي كده الارض دي الارض دي الارض دي مش ماشي دي امشي لقدام ارفع راسك لفوق ايوه مش لقدام لقدام ايوه لقدام ايوه اوكي نط ايوه ايوه امشي الله. امشي الله. لقدام ايوه الله الله الحياه الحياه كسر بقى ايه كسر. هنا في قبل السؤال ايه ده والله صوت كده تحت بقى قال لي انت مش عايز انزل لتحت تعرف تطلع عشان تعرف تطلع عشان تعرف تطلع ايه ده يعني انا اصلا في كهف تقريبا ايوه يا شباب ليه الكهف يا شباب شوفوا الكهف والله شوفوا هنا ده ايرون صح انت بحسك عبيط ده ايرون صح ده ايرون والله ولا ايرون ولا اي حاجه ايه ازاي مفيش ايرون في الكهف ده تصدق الكهف ده ضلمه قوي انا مش شايف فيه اي حاجه شايف منور زي بص ايه ده بجد كهف منور ازاي ازاي يا عم يلا انت خلاص خلصت التحدي ازاي انظر كده دول كام قدهم قدهم انت خدتهم تاني ايه ده بجد انت معاك 26 26 انت طلبت 20 بس صح طلبت 20 والمفروض تاني حاجه اكبر اطلع اطلع تاني تحدي اوكي اقسم اطلب لو عايزني اخلص لك على حيوانات انا موجود من غير ما اشوف بص يا حبيب قلبي انا عايزك تجيب لي ايرون ده تاني التحدي هتجيب لي كام ايرون ايرون يعني 5 ايرون بس خفاف لطاف اوكي انا معايا البيكاكس ده البيكاكس صح ده البيكاكس اوكي وانت فين بقى عشان اضربك انا في ايرون فوق انت فين عشان اضربك انا اهو قدام عايز اضربك بالله عليك سيبني اضربك وانا مش شايف بالله عليك اهو ايوه يا عم ايه فين عشان اضربه ده بجد ايوه والله ضربتك والله ضربتك انا ضربتك يا عبيد ايه ده انت ضربتني انا خلاص 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 بالله عليك بالله عليك يا سيس بالله عليك انت عايز والله شكلك بيضحك انت عايز ايه قول لي انت عايز ايه دلوقتي اطلع اطلع من الكهف تعال انا في الكهف صح اطلع منه اهو بنط ايوه ايوه زي ما انت طولت طولي طولت اهو 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 طلعت ايوه بس انت هتقع امشي لقدام اهو خلاص خلاص نزل دماغك لتحت ايوه لف بص شمال اهو امشي قدام طو انت ليه بتبص فوق يا عم هو ده فوق طب تحت اهو ايوه كمان تحت خليك ستريت ايوه امشي بقى طوالي اهو لف شمال اهو او ماي جاد ايه الصعوبه دي اهو شمال شمال اوكي امشي قدام من غير ما تقع ايوه يمين اهو امشي نط اهو نطيت بص شمال اهو شمال اهو كسر قول لي ان دي ايرون ايرون ايا طب استنى 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 بس لو سمحت لو سمحت اسمع بس فرق البلوكة بين الكابل السون والايرون دقيقة دي صوتها كده التانية كده فاهمين ازاي دي بقينك اهو كسر ايرون صح جو اقسم بالله جمعتها من غير ما اعرف نط وجمعها نط نط ايه ايرون نط كمان امشي قدام ايوه خدتها خدتها سامع صوتها انها خدتها أيوة. كده معاك 2 فاضل لك 3 يا حبيب قلبي ايه انت طلبت 5 صح؟ اه طيب. طلبت 5 يعني المكان ده فيه ايرون الكهف ده لا خلاص انت ما كنت ده كان من بره اصلا انا بره؟ انت بره ده كان الايرون ده من بره بقول لك يا اساس هو انا لو فضلت ماشي طوالي كده بروح فين؟ يعني بقول لك ايه انا باصص فين بس انا باصص فين فوق حلو. ولا تحت؟ انا باصص فوق ولا تحت؟ انت باصص فوق شويه طب كده في النص كده مظبوط يعني؟ لا مش مظبوط طب كده بس مظبوط طب انا عايز اكمل جري كده بروح فين؟ استنى سمعت حيوان ايوه خروف اصبر خروف قتله لسه ما طلبتش منه والنبي والنبي قتله اعتبره بالتحدي والنبي والنبي قتله انا مش شرط اقول لك ده التحدي يا عم انا والنبي يا اساس بالله عليك قتله عشان يبقى التحدي قريب لان شويه مش هلاقيه جنبي انا عندي انا هديك حاجه حلو حلو, حلو. انت لو خلصت تحدي الايرون ده هيبقى معاك دقيقة واحدة كاملة ان انت تشيل من عليك البتاع وتعمل تحدي رابع اوف 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 طب انت عايز ايرون لازم ماشي بسم الله بسم الله يلا انا ما اعرفش انا بنزل والله فين ولا رايح لا فين انت مش بتنزل انت واقف بتكسر قدامك بجد والله طب كده ايوه ايوه ده جراس ده جراس ايرون يا ابن المحظوظة احلف 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 والله نزلت على ايرون ده كتير ولا واحدة؟ واحدة اوكي انا عمال اكسر على الشباب بالله عليك نور انا ده جراس يبقى لازم ابص تحت اصبر ده مش جراس يا ابني ده جرافل ده جرافل؟ كمل كمل يلا انا أيوة. بكسر لك الجرافل اهو عشان هو بيض ايوه اهو ايوه جيب ايرون دلوقتي يا شبيبه شوف الايرون اهو ده الايرون صح؟
لا ولا ايرون ولا اي حاجة. بجد والله؟ طب الكف ايه مظلم ولا باين؟ لا الدنيا تمام. ايش ايه ده ايه حصل؟ ده؟ انت ايه؟ بتغرق يا اي اطلع لفوق اي اطلع منين؟ لفوق اهو اطلع لفوق اه اطلع لفوق ايوه ايوه استنى اسحبك استنى فوق استنى اسحبك فوق. استنى 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 كده كده انت اصبر كده بتغرق بغرق صح؟ طب كده اصبر اسمع. استنى بص انا عشان بس ما صعبهاش عليك ايوه اهو، انا هوديك يا في سياسة، حتة انا سامع تكون ميه في ميه، انا سامع ميه في ميه بالله عليك. استنى خليك انت تمام، انت مش ميت ما تقلقش. طب انا استنى سامع انا صوت ميه يا سياسة، سامع صوت ميه والنبي والنبي. تعال اي تعال ايه فين يخرب بيتك هديك مكان حلو جدا يا جدا سياسة؟ طب جدا. انا في مكان طيب مليان ميه صح؟ ايوه بس انت مش بتغرق، استنى انا بوديك فوق هرجعك فوق طب تاني انا عايش ماشي. طيب ولا انا فين ولا ايوه انت عايش سلاش تي بي ننقلك اهو. يلا انت كده تمام اوكي اهو. انا بص بص قدامي صح؟ انت كده بص لتحت، طب كده بص ارفع. ايوه كده تمام، ايوه ايه امشي بقى؟ بقى لقدام. ايوه اهو تمام. ايوه اوه ايه مفيش ايرون حاجه، لا يا ولا اي عم يا حاجه. عم بقى يا عم، بقول لك ايه، اوعى كده انا برايي ان انت اوعى كده، انا هجيب كهف من غير ما اشوف، اوعى اول ما اقع ماشي هيبقى في كهف. ايه ده خروف؟ او وقعت وقعت تحتيه، ده هيبقى كابل ستون. يا عم انت ما وقعش. بقول لك ايه، انا ايه هظبطك بس انت لازم تفكر شويه. يا عم سيبني تعال هنا افكر. ايه بس اجي تعال فين هنا فين يلا. انت فين؟ دلوقتي داخل كهف انا دلوقتي جوه ماشي، كهف. جوه كهف كبير جدا، اوه ماي جاد اديني في فانت الكوبا. يعني انا خلاص لو لفيت، انت بص انا هديك مساعدة، لو لفيت شمال شمال ايوه مشيت قدام ايوه يا بصيت يمين هو ليه الكهف ده فوز زومبي؟ استنى اهو انت اللي بتضرب وايه اللي اهو، انت فاكرني امسك خبي؟ ايه 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 بس كان نزلت اوكي حلو اهو. ايوه امشي طوالي اهو شمال، لا مش طوالي كتير قوي كده، ايوه ارجع ارجع كمان خطوة، ايوه بص شمالك ايوه في امشي ايه قدام، اهو بص يمين عشان ما تقعش. ايوه امشي قدام نط، لا ايه ايه ايوه بس تمام. بص تحتيك يمين تحتيك يمين تحتيك شمال ايه والله العظيم ما ايوه عرفته. ده ايرون ايوه دان بقى يمينك بقى يمينك اهو اهو يمينك، اهو اطلع ايمك لفوق اهو. خمسة ايرون. احلف الكف ده، والله الكف والله انت وديتني كف سهل قوي على فكره، انت سهلتها عليا. لا والله العظيم هو ما كانش فيه غير دول اصلا، طب يعني انا انا عايز والله اطلع، الكف كبير انا عايز بس اطلع، طيب عايز اسمه ده. اطلع، عايز اطلع. وسع وسع، انا بس انت كده بعرف اطلع، هتقع، انت كده موت. انا بعرف اطلع لوحدي، انا بعرف اطلع لوحدي. بس تمام اطلع. سيب اهو 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 ايوه اهو. وقعت تاني اهو. ايه وقعت فين انا؟ وقعت فين بالله عليك؟ بالله عليك. طب انا خلصت التحدي، ما عايز دي اشوف، قول لي التحدي ما التاني. بس مش دقيقة دلوقتي، يعني انا هطلعك لفوق وتعمل التحدي اللي بعده خلاص يلا ماشي. بينا تعال يلا بينا اهو يلا. اهو، شيل من على عينيك اوكي بسم الله. اوكي اهو تمام. اوه هات ماي الخمسة جاد ايرون، ده الدنيا حلوة قوي وانت شايف، خد. هات الخمسة ايرون كده. انت خلصت 3 تحديات. حلو. التحدي اللي عليك دلوقتي انا اي هوديك لمكان حاليا لا يعني صعب جدا لا حلو، البلجر يا بس عيال، الديفيكولتي معمولة ليه؟ استنى لا يا شاب بيهزر ده يا شاب، يعني انا مش كفايه مش شايف على عيني؟ وبعدين كهف ايه اللي دخلوه الواد ده؟ حاسه بيضحك عليا. انا جمعت كل الاغراض دي اقسم بالله، جمعت 49 كابل ستون. صدقوا ان انا ممكن العب ماين كرافت من غير ما اشوف بجد والله، يعني ربنا يشفي كل مريض والله وكده، بجد الوضع بيبقى صعب جدا. عايز ايه مني؟ عايز ايه؟ مش بص كفايه يا مش محمود، شايف بص اهو. على يمينك هناك اهو، ايوه ده المكان اللي فيه البليجرز حلو. حلو المفروض ان انت هتقتل كل البليجرز اللي هناك. هتقول لي يا سحس انت معاكش سيف معاك معيش دروع بتاع، غير بيكاكس نيزر، بيكاكس اللي انت اديتهولي اصلا. انا هنا للمساعده، اتفضل سيف نظر رايت. يا سلام يا سلام. ايه ولكن عندك اوبشنين حلو، حلو يا تاخد سيف نظر رايت ومعاه دروع ليزر، اها يا تاخد سيف ستون ومعاه دروع دايموند. سيف ستون ومعاه دروع دايموند. قشطة سيف ستون ومعاه دروع دايموند. شيل شيل القرف يلا ده الدول. ايوه يلا اديله يلا الله. ماشي يلا. طب شوف بقى دلوقتي في حاجة كمان، لو قلت لهم يعملوا لايك واشتراك هاخد منك حاجة كمان، ايه رأيك؟ ايه ويعملوا ايه لايك واشتراك جولدن ابل ماشي واحدة.
جولدن ابل واحده يا جماعه ابل. لو وصل الفيديو ده في اول ساعه نقول مثلا 2000 1000 ونص في ساعه ها في ساعه ايوه 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 هديله يا عم والله حطوا لايكات من اول المقطع هات هات يلا يلا يلا, يلا واحد يلا. اهو واحده بس جولدن ابل عاديه شكرا على اللايكات ان شاء الله يلا تديني دقيقه يلا انا استنى ما احط عندي تايمر استنى ماشي تايمر بجد حط تايمر يلا بسم الله يلا طب انت عايز نعمل ايه اخلص على كام فيليجر كام فيليجر ده او ماي جاد مان ولو فاتت اه طب ايه اتنين بدا يلا اوكي اول واحد اول واحد 50 ثانيه تشيبو اول واحد اول واحد اول واحد هما بيرسبنوا صح ما بيرسبنوش ما بيرسبنوش صح اكيد ما بيرسبنوا يلا انت لسه هتعمر خد لك ايه ده ده بيجيبها من الضهر بيجيبها من الضهر المشكلة بيضرب من الضهر يا سهل اوكي ده التالت خش جوه بقى يا حبيب قلبي هخش جوه ايه انت فكرني اخاف ولا ايه في مرة اهو واحد اهو فين اهو تعال يا عم بيرسبينه دول اوكي الحمد لله قبل ما يضربني خش جوه بقى اوكي بسم الله بسم الله بسم الله اخش من جوه بسرعة معاك بكاكس يا غبي معايا لا معايا اه ماشي يلا مفيش 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 خلصت عليهم وسدوا اهو السدوا اهو السدوا اهو خلصت عليه لا يا اسطى ما كانش حطيت على رفعت علم باسم اسم البوك بتاعهم لا 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 يا شباب والله العظيم ما كان لا كان كتير والله ماشي انت كده خلصت التحدي ايزي اقل من دقيقه شوف شوف 70 70 اقل من دقيقه والله اني طيب ماشي كده انت خلاص كسبت التحدي الرابع حلو ايوه استنى بس استنى انا كده كل التحديات كسبتها ايه يعني كل التحديات اللي انت قلت لي عليها كسبتها ايوه والله الدرع من التحدي الخامس فضل التحدي الخامس اوكي والتحدي ده هيبقى يعني من اسهل الحاجات يا دوبك بس هتعمل لي سرير اوف طب استنى بس كده دقيقه دقيقه واحده بس يا شباب غمض عينيك بس يا حبيب قلبي لا غمض ستوب ستوب وقف ايه وقف غمض عينيك ما ينفعش تشوفه ما فين حاضر ايوه اهو اهو يلا والله غمض اهو ها انا جاهز انت جاهز يلا يلا بسم الله انا مش طوالي دور بقى يا حبيبي انا مش طوالي هقع دلوقتي بص هقع ايوه وقعت اوكي مش طوالي مش طوالي انا أيوة في ميه انا في ميه اطلع من الميه اطلع من الميه ايوه فانت بتطلع من الميه والنبي طلعني استنى انا هطلع يا ابني انت اصلا ماشي في الحيطه بجد خلاص يلا يلا انت تمام تمام يلا طوالي صوت خروف نسمع صوت خروف نسمع صوت خروف خروف قدامك اتنين خروفين استنى بس اسمع بس اسمع ايوه انا بعتمد على السبع دلوقتي شاب لاني مش شايف ايوه ايوه بساعدك اهو بساعدك في خروف هنا استنى بس في خروف هنا اهو اهو شكلك متخلف قوي يا عم اهو استنى بس هجيبه انت بتجيب نعله مش هم ايه ده بجد ما انت خروف برضو لا بهزر 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 اهو يا ابني انت ماشي في حته ثانيه لا استنى بس سيبه شايف انا سيبه استنى انا اقول لك انا بص فين ايوه انت اهو انا اهو ايوه انت اهو لا وراك في خنزير وراك اهو اهو حلو بص لتحت يا اسطى بص لتحت اهو اهو بص وراك ايوه ايوه مش طوالي شمال تعالى خروفي تعالى شمال 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 تعالى ايوه اهو 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 يا اساس اهو جبته اهو ايه بس اهو مات صح؟ شمال 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 ده انت هتعاني اقسم لا لا اصبر بس بجيبه اصبر هو فوق هنا صح؟ انا بطلعك بكسر لك اهو هو انا ببني البلوكات اللي معايا يا عم امشي والله بنيت على نفسك بنيت ايوه طب كده طب امشي لقدام طيب امشي لقدام انت واقف مكانك اهو 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 خروف هنا والله هنا شمال اه خروف هنا والله انت عدت من جنبه وراك وراك هو بالظبط موت. يا ابني امشي طيب اهو يا ابني اهو صوتين صوتين سيبه هيموت هيموت انا موت انا يا ابني يا ابني انسحب 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 خلاص أنسحب. خلاص يا جماعه لا هو لا حد صعب بصراحه انسحب 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 بص انت كنت تضرب اهو هو بجد والله اه والله هو ده يعني انا كل الضرب ده كان على الفاضي استنى بس على الفاضي اه كسرت التحدي ده فلازم اجيب حقي يعني فيلا انت دلوقتي وده اول خساره حلو كده فاضل لك اربعه وخسرت يعني هم خمس تحديات خسرت واحد منهم بقيت صفر اربعه يعني اربعه صفر يلا طب شوف بقى تكسب واحد شوف
التحدي اللي جاي ده انا هكسبه اساسا، وخلاص التحدي بدري بدري وان شاء الله بعمل منه جزء تاني. يلا كسبت ده يبقى خلاص انت كده وين، لازم تكسب النص من ال 10 تحديات. انا جاهز انا جاهز انا جاهز انا خبيت عيني انا جاهز انا جاهز. انا عايزك تدور على مكان النظر اللي موجوده حواليك. او ماي جاد مان، هو في نظر اصلا؟ في نظر اللي بتبقى بره، بس طالما في نظر يبقى في لافه. بسم الله الله اعلم. بسم الله انا عايزك تمشي. بسم الله. وده انا مش هساعدك ولا حاجه لان ده انت كده هتكسب بعدها. لا لا ما تهزرش يا سحس بالله عليك، مفيش مساعده. لا طب انا ماشي كده اتجاه الصح؟ الله اعلم. لا كون ماشي ناحيتي يا عم، كف يوقعني ولا حاجه يا عم. امشي على الله يعني. ماشي محظوظه كده. ما تهزرش تهزرش. طب انا بص في الارض ولا بص في السماء؟ طيب بيتك يخرب بيتك. اوزر اسمع صوت لافا. طب بيقول لي يخرب بيتك يبقى اسمع صوت لافا. اسمع صوت لافا. ها مفيش لافا اصلا. مفيش لافا يبقى هي هنا. هي دي معرفش. هي دي ما تقولش معرفش. هي دي لو والله لو ظهرت لك اقول لك ماشي. ايوه الحمد لله. ايه يبقى هنا. الحمد لله. ايوه ايوه كمل طوالي زي ما انت يا كلب، شكلك كداب والله. هي وقعت. لا انا موت وقعت موت. يعني انا مش فاهم. طب هي فين؟ طيب هي فين في كل ده؟ انا خسرت التحدي ده كمان. ده هي هناك. ايه بص انت كنت فين؟ انا اسحبك. او ماي جاد احلف بالله انا كنت هنا. انا مت هنا وهي هنا. طب اصبر اصبر. أيوة. انا كده يعتبر لقيتها يا سحس. لا لا انت عديت من جنبها. بص بص انت عملت ازاي. بص بص كده بص اهو. ايوه لا يعتبر فايز لاني لقيتها. لا لازم تيجي كده عندها وتخبط فيها وتقول اهي. لا تمزح. يلا. انت شاب بنات. انا اعتبر نفسي معلش مؤاخذه يا شعر، اعتبر نفسي فايز. انا فايز بالتحدي ده يا شباب، وانتوا اكتبوا تحت في الكومنتات. ايوه ايوه اكتبوا تحت في الكومنتات شباب ان انا فزت ولا لا، ولو شايفين ان انا خسران وصلوا مقطع ده اكبر عدد لايكات واعمل لكم جزء تاني. بس انا مش خسران، انا شايف ان انا مش خسران. الواد سياس ده غشاش وقال لي لا النظر اي النظر اهي اهي خلاص. اكيد مش هعملها لك بوابه يعني. بقول لك ايه يا جماعه، محمود ده بيهجص وما بيكسبش في التحديات، لازم اساعده. بص شخصيه المقطع تكون مقطع النهارده عجبكم بجد. اصعب تحدي بانك تغمى عينك وتلعب ماينكرافت. انت لو فكرت انك تلعبها لمده دقيقه واحده بس انك تغمض عينك تلاقي الموضوع صعب قوي. فادعوا ان اخواتنا اللي عينهم بتوجعهم او ما بيشوفش كويس او كده، ادعي له كده ربنا يشفيه ويعافيه وان شاء الله ايه ترجع عينه سليمه واحسن من الاول عشان يقدر يلعب الالعاب كويس ويتفرج ويعيش حياته كويس جدا. وبس شاهدوا السوشيال لايك والاشتراك في زر التنبيهات، اشتركوا قناة على اليوتيوب وحساباتها على انستجرام وقناة تيك توك والفيسبوك، وما تنسوش اخر فيديو عند سحس مع ام كامل تحدي تخمين اليوتيوبرز. وبس سيولة الاشياء، مع السلامة، باي باي. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.